كما استنستوا معنا ستوريات عبسة تارع ميمو كل يوم تتابعوها معنا ستة متاع العشية من الاثنين للجمعة في أوريجينال FM الكونسبت جديد ديجيتال 100% دو FM ستوريات عبسة تار على الباج فيسبوك راديو FM على اليوتيوب وعلى السيت FM.tn. اليوم عبسة تار يحكي لنا على الإذاعة التونسية. كريستالين تقدم لكم فوترافيك. مسيكم بالخير ومرحبا بكم من جديد على يافين. في تونس مازال فما ضغط كبير في خارج تونس الجنوبيه من لوتوروت ا1 نيفو باب بحر في اتجاه دي بوزفيل، فما تعطيل للي جايين من حي هلال في اتجاه حي النجاح. على جي بي 8 الحركه زادت تعطلت نيفو الشرقيه في اتجاه حي النزهه. في لاك 2 تعطيل مازال من جهتين نيفو سفاره امريكا. على جي بي 10 فما ضغط كبير نيفو سبيطار المونجي سليم، وفما تعطيل في شارع محمد صالح بالحاج في اتجاه رون بوان ليسكال نيفو حي التعمير. على الطريق الوطني عدد واحد فما اكتظاظ للي جايين من بن عروس نيفو المحكمه. على الـ R33 الحركة زينة للي جاي من رادس في اتجاه حي بلدوتش. على الجي بي 7 فما ضغط نيفو كوليج بيلوت منوبة في اتجاه منوبة للي جاي من باردو. على الجي بي 5 الحركة زينة للي جاي من فامارس في اتجاه باردو، وفما ضغط كبير في دخول العوينة في اتجاه سكرة، سينو الحركة تبقى عادية في بقية الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجو فيسبوك يا فاهم فوت ترافيك، واللي عنده أي معلومة تهم الكياس ينجم يكلمنا 58 550 711. أنا نرجع لكم بعد نصيف ساعة. سيسوا ريحكم في الكياس وطريق سلامة للناس الكل. كريستالين قدمت لكم IFM انفو ترافيك. شهر ديسمبر في ام جي ما يترتش. الجمعه هذه هي لا سيمين ليلا، كل جمعه سبعه رابحين باش تربح الشيك كادو بقيمه 500 دينار يكفي باش تعدي لا كارت فيديليتي ام جي في الكاسه. باش تقوي حظوظك في الربح يلزم كارتك تكون رونسيني، معناها ام جي عندها اسمك وتليفونك باش ينجموا يتصلوا بيك. تنجم تكلم كذلك سيرفيس ام جي معاك على 31 31 80 80 بور رونسيني لا كارت، وباش معطياتك تكون كامله وتدخل في التيراج. كل نهار ثلاثة باش نعلنوا على السبعة رابحين متاع الجمعة اللي قبل بعد عملية القرعة اللي تتم في مقرات ام جي بحضور عدل المنفذ. لو غون كادو باش يكون في آخر جمعة من شهر ديسمبر. ام جي باش تكافئ أكثر كليون جاها في 2020 وتهديله قضية 2021 الكلها بلاش. 12 شهر قضية بلاش من ام جي. كونوا في الموعد ويمشيوا المغازات ام جي وقويوا حظوظكم في الفوز. على العشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون. Tout de suite هذه نوفيل جينيراسيون. Pardon. Ah oui. Faites attention. سارق الحناشي ديما حاضر ما يبداش. Merci. دالي دالي تونسي. برشا انرجي. Ah oui. جميلة الفريق هذه اللي ديال عسلي. مروي مزين قوم وقلد يا فنان. أحمد العجيمي ما تنساش لا يدوي. ولا ندويان. نوفيل جينيراسيون. سارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. نوفيل جينيراسيون. IFM أحلى راديو. البنك العربي لتونس ATB يجيكم اليوم بروح جديدة. Avec une nouvelle vision وبطموحات كبيرة. Un nouvel élan pour l'écoute, le dynamisme et le partenariat. هدفنا نرافقوكم باش نواجهوا التحديات مع بعضنا. Suivez notre nouvel élan sur ATB.tn. ولا اتصلوا بأقرب فرع ATB. Découvrez le grand dossier des vaccins anti-Covid-19 dans Leaders Magazine de ce mois de décembre. La Tunisie est-elle prête pour acquérir les vaccins? Un seul type de vaccin ou plusieurs? Quand commencera la vaccination? Sera-t-elle obligatoire ou non? Gratuite ou payante? Qui seront les prioritaires? Et où s'effectuera la vaccination? Un dossier complet en 32 pages avec les révélations du ministre de la Santé, Dr Fawzi Mahdi. Et les explications d'éminents spécialistes. Leaders Magazine. Histoire. Al-Qasr al-Sa'id. Un palais emblématique du despotisme oriental. États-Unis. Joe Biden à la Maison-Blanche. Que signifie son élection pour la Tunisie? Hommage à le médecin général de division Mansouf Ben Moussa, Rachid Mnif, Mokhtar Mhiri, Mansouf Qsibi et Mohamed Sahbi Mrabet. Leaders Magazine en kiosque en ligne leaders.com.tn. في باتام من 3 ل 13 ديسمبر تلفزة LED 50 بوس UHD TCL مليون و 429 دينار ومعها بون داشا ب 100 دينار وتنجموا تخلصوا بالفاسيليتي حتى على 36 شهر. باتام عز ما تختار. يا بي لو بونور ديترا فو كوتي. Et le bonheur, ou à qui t'aime l'affaire ou t'es matab, arrête l'asar.
كيابي حضرت لكم من كوليكسيون ديفير سبيسيال بلاك فرايداي للعائلة الكل. كابوت الصغيرات 69 دينار. دي بلوزون ريفيرسيبل لنسي 85 دينار أكاهو. سويز او رانديفو دو 25 نوفمبر او 15 ديسمبر في لي ماغازان كيابي. كيابي لو بونور فو با سي بيان. من الخمسة للسبعة يا فان راسين كاري سامي بن نور. رجعنا في راسين كاري. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. 15% من سكان العالم يعانيوا من مش كوفيد سكري صراحة يعانيوا من سمنة. اليوم 3 ديسمبر هو اليوم العالمي احتياجات الخاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية. منظمة الصحة العالمية اختارت التام تاع السنة تحت عنوان اون جورني بور توس. تقول المنظمة ل 15% من سكان العالم يعانيوا من نوع من انواع الحاجيات الخصوصية الاحتياجات الخاصة، كل واحد شنو يسميهم. اون توكا حاجة مهمة ياسر كي نحكيو على لو تام هذا قبل كل شيء، انه الصغير لازم يتعلم من اللي هو صغير انه يقبل الاختلاف نتاع غيره. وهذه حاجه مهمه على الاخر، معناها كي يكون في مدرسه يكون زميله ولا صديقته ولا صديقه ما يشبهلوش راهو مش معناها هو خير منه. كي ما يشبهلوش هو مختلف عليه. لازم عند صغارنا نقولوا انه الانسان كل واحد عنده حاجه، اللي ما يشوفش مليح يلبس مرايات، واللي ما يسمعش مليح يلبس اباري، واللي ما يمشيش مليح يعاونوا متتر عنده طريقه للمشي معينه، اللي بتتر ما عندوش تفكير كبير او عنده حاجه اخرى ماهيش موجوده صحيح. عنده لكن موجوده عند غيره. والعالم الغربي وصل لانه ياسس الثقافه ذي اللي هي ثقافه الاختلاف، ثقافه الاختلاف في الجنس، في الدين، في التوجه، في الصوره، في كل شيء. لو فات انه اليوم الالعاب الاطفال والدومين تاع الاطفال توصل انها تعطيك بتتر حتى في الديسانيمي يدخلوا لك دي بيرسوناج جدد باش يعلموك من اللي انت صغير راهو هذاك الاكحل والاصفر واللي عينيه زرق واللي عينيه خضر واللي عنده هو كيفك طفل القمر شبه لك طفل القمر. مجتمعاتنا كذلك الاعلام عنده دور كبير طبعا. الاعلام ايش معناه؟ مش الاعلام الحديث فقط كما قاعدين نحكي ولا حكاية، هو اندماج ذوي الخصوصات معناها الاحتياجات معناها الخاصة الخاصة يكونوا كذلك موجودين في الأعلام كأطراف فاعلين معناها كسوسوا بلا كولور ولا الدين ولا الانديكاب حتى الانديكاب فيزيك، خاطر نجم يكون عندك انديكاب فيزيك كي بو تو بيرميتر انك تكون انيماتور في راديو. انا صارت لي يعني دهشة معينة كي كنت نعيش في أمريكا راكب في البوس ماشي من هوليود الباسادين يعني بريسك تونس حمامات، وتعمل لك تقف الكار في المحطة وتراش نزل الشوفور فهمتني الباب اللي يطلعوا منه المسافرين يعني الناس اللي تركب في الحافلة درجتين هبطوا ولاو كل بونت فهمتني وخرجوا منهم سنون، وشفت يعني انسان مقعد يعني على الكرسي طلعت كبشت وحطته في بلاست واللي هي بلاصه فارغه حتى حد ما يقعد فيها حتى حد ما قاعد فيها بيان فهمتني انستالي كذا عملنا ثلاثه محطات هو بيد وهبطته يعني كار ميكانيزم كامل نتاع كار هذه يعني نحكي لك عام 2000 راهي انا تدهشت صارت لي دهشة يعني اللي في تونس ولا في بلدان أخرى توا في الباركينج في باركينج تلقى العلامة متاع أنه يعني السيارة هذا الواحد ذوي حتى الممر الخاص تلقى فيها حتى كرهبة متاع إنسان عادي حتى الممر الخاص يقول لك البلاصة فارغة ذي لقيتها ما تبرى بركة حتى يجي وكذا وكذا. شو اللي يعني يحكي على دهشة؟ أنا مش نحكي دهش على أنا نحكي على كف كليتوينا وحكاية ديما نحكيها خاطر ليست تعجبني. بنتي وقتها صغيرة نعرف تحكي على صاحبتها جديدة صاحبتها وتعدها ديما تحكي على صاحبتها، يا أخي نهار في ساحة المدرسة شفتها هي والطفلة هذه، الطفلة لقيتها على شيز غولونت على كرسي متحرك. بون ما قلت شيء في الليل من دو وشرب بعد هكا قلت لها كنزة جو سوي تخي فيغ دو توا، قالت لي علاش بوركوا؟ قلت لها محليك كيفاش صاحبتك جديدة هكا معناتها أنت على الاختلاف، قالت لي علاش بها هي؟
معناتها هي ميم با شافت اختلاف، انا شفت اختلاف وفرحانه بها، هي تجاوزتني بمراحل معناتها هي ما شافتش الاختلاف وهوني القوه. ويظهر لي هذا المدرسه الفرنسيه اي بور بوكو، معناتها انا معناتها نقول فما حاجات للاسف نشوفهم في بناتي يعني ما شفتهمش في روحي في التربيه نتاعي انا، خاطر عندهم يستانسوا باللا توليرانس الاختلاف ياسر عندهم حاجات هكا انا ما تربيتش عليهم. احنا هوني دون لو جوجمون كون فوي او با بريجوجي اون جوج برشا. انت شفتوا شاد لي هذا في الولايات المتحده، شفتوا هنا في ميونيخ في في في, في الكار كذلك، لكن مش اوتوماتيكيا لكن يدويا هبط الشوفور باش انه يركب البونت الحديد باش انه حد في شيز غولونت ينجم يطلع للكار. فما حتى حد قال حتى كلمه، لان الناس كل تعرف انه لازم الانسان هذاك راهو كيفهم لكنه مختلف عليهم في طريقه التنقل نتاعهم. فوالا ان شاء الله نهار نوصلوا لهذايا لانه مهم برشا، وهذا لازم يتربوا عليه، خاطر نشوفوا الصغار كيفاش عندهم البراءه ذيك واللي لازم استغلالها في الجانب الايجابي، لانه الصغير ما ينفرش من صاحبه مهما كان. هي لي بريجوجي نتاع الباك جراوند هذاك ينجم يكون في العائله ولا في الحومه هو اللي ركب له هذا، لانه صغير يلعب مع صاحبه كان اسود او كان يهودي ولو كان عنده من ذوي الاحتياجات ولا غيره ما ينفرقش منه، بالعكس ما ينفرقش منه خاطر البراءه. نحن نعلموه التفرقه ان شاء الله سامي، خاطر احنا اليوم اكبر حرب نعيشوها في تونس هي الاختلاف وقبول الاختلاف. اختلاف بكل بساطه، مش حتى نوصلوا للجسدي ولا العرقي ولا حتى الافكار، معناتها كل واحد كيفاش يفكر ما عندكش حق باش تكون مختلف في اليوم. يهاجموك ويسبوك على خاطرك جوست تفكر بطريقه مختلفه. دونك مالوغوزمون. على شنو يعاقب قانون الصيني صادقوا عليه في 2013 يخص علاقه الاولاد بوالديهم؟ العنف ضد الاطفال. يعاقب العنف لا مش العنف. العنف ضد الابن العاق اللي ما ضد الاولياء. سيت كيستيون لي مانيفيك. علاش شنو عاود لنا برافو؟ علاش يعاقب قانون صيني صادقوا عليه في 2013 علاقة الأولاد بوالديهم في حاجة تخص علاقة الأولاد بوالديهم؟ كي يكبروا الوالدين برشا يتركوهم، فهمتني؟ قانون يفرضهم أنهم يزوروهم برافو شيد ويعيشوا معاهم. يعاقب القانون هذا اللي ما يطلش على والديه بانتظام بعد ما يفوت عمر الوالدين 60 سنة في جويلية 2013، ولا ممنوع بالقانون في الصين أنك ما تمشيش تزور والديك اللي عمرهم أكثر من 60 سنة بانتظام. والقانون هذا اسمه قانون حماية حقوق ومصالح الكبار في العمر، لا لوا بور لا بروتيكسيون دي دووا اي دي زانتيغي دي بلوز اجي. فيه برشا تفاصيل كما ان الشركات لازم عليها تسمح بغياب الموظفين باش يمشيو يزوروا والديهم، تفرض على الاولاد انهم يعتنيوا بوالديهم من الناحيه الماليه والنفسيه زاده ما كانش، يتعاقبوا بخطيه او بالسجن. مع انه القانون هذا يكون موجود في تونس، انا نتمنى اللي ما حشناش بقانون، خاطر احنا معروفين بصله الرحم وعندنا في عاداتنا وفي تربيتنا اللي نهتموا ياسر بالكبارنا ونحبوهم وكل، توا ماذا بينا نخفوا زيارات في الوقت هذا نتاع الجائحه هذه. انا جيسبيغ كو ما نوصلوش حاجتنا بقانون للحاجه هذه، خاطر المفروض ومو عندنا الحاجه هذه صله الرحم. معاه في تونس يكون قانون هكا؟ انا معاه مش معه أكثر من هكا يعني مثلا معه أكثر أنه يولي قانون صار قانون يعاقب يتعاقب عليه الناس مش يزور والديه خاطر 60 سنة، حتى يزور والديه وأصغر من هكيك عليه 60 سنة ويزم يتكفل بيهم ويزم يرعاهم ويزم يداويهم ويزم ينفق عليهم وينزل برشا حاجات ويعطيهم من عطف ومن حنان وكما هم اللي وصلوه. صحيح إبراهيم في عاية يعني التربيه نتاعنا يعني نتاع علمونا الاواصر يعني نتاع العلاقات وكل شيء. هو ما عاد اون لابسوليو، اما كي تعرف اليوم اللي برشا والدين مازال قايمين باولادهم معناها فوق 60 سنه وبالركلات وقايمين باولادهم. سي فغي ابراهيم اليوم بطل اليوم بطل والكل مازال دونك دونك العكس اما الواقع بيان سور بور لو برانسيب وي ولكن سي فغي الحقيقة بعيدة بعيدة بعيدة. لازم نجرموا زاد الناس اللي تبعث وبيتها المأوي العزز وواحد التجريم هذا مش تجريم مش تجريم تجريم تشوف يعني نعيب ونعيب ونعيب الشيء هذا. أنا نعرف فما ظروف، أما مهما 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 ظروف ومهما خدتني المدن صحيح خدتني ناس المدن وي
شنو هي البلاد اللي ماتوا فيها 2 ملايين شخص في جرة المجاعة اللي صارت فيها؟ الصين. الصين يظل كبيرة في الصين هي. الصين مجاعة مليارات ماتوا. إريتريا. مش الصين دونك مش لا ماهيش الصين. علي صوت من الأثيوب. شنو هي البلاد اللي ماتوا فيها 2 ملايين شخص في جرة المجاعة اللي صارت فيها؟ فيتنام. هي الفيتنام. كانت تعتبر الفيتنام بلد زراعي قائم على الحاجة هذه قبل ما تجي اليابان وفرنسا اللي احتلوا الفيتنام في الحرب العالمية الثانية وخدموا بتتر الشعب في صناعة المطاط خدموا الحاجة هذه تزامنت مع الفيضانات وبعد الجفاف اللي صار في نفس العام وهذا اللي خلى مجاعة كبيرة تصير في الفيتنام ماتوا فيها 2 ملايين شخص فيتنامي في عام 1945 ووقت اللي استغلوا اليابانيين مزارع المحاصيل اللي بقات شجعت منظمة فيتمن الشعب الفيتنامي على نهب مستودعات الروز ورفض دفع الضرائب وهذا اللي سهل في التمرد ضد المجاعة والمحتلين الحاجة اللي خفت في تأثير المجاعة يلا نسمع أغنية اليوم غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي اطلبونا على 58-550-707 واعطيونا أخبار جهتكم محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم ما 3-4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة يكفيكم باش تطلبونا على 31-380,000 الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة سامي بن نور وبقية الفريق جميلة الشيحي عبد الستار عميمو أنس بن مالك سوسن معالج إبراهيم الطيف الشادي العرفاوي فرح بن رجب وغازي العيادي بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق سمير السليمي حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل عبر واعطينا رايك على 58-550-706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة EFM أحلى راديو EFM غدوة السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب يا فان غاسين كاغي سامي بن نور
رجعنا في راسين كاري، مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا. من هي أغنى عائلة عربية في 2020؟ برجب بالنور يعني نحسب بالنور هكا فما في التوب 10 بالنور إن شاء الله ودي اختار يعني إن شاء الله إبراهيم في التوب 9 سيد غنى ولا سيد فقر قلوه هاي أنا هي أغنى عائلة عربية في 2020 هنيان نهيان أنا زيد نهيان آل نهيان آل سعود سعودية حسب القائمة اللي خرجها موقع فيزيال كابيتاليست واللي تعتمد على المعطيات بتاع بلومبرغ في 2020 بلومبرغ كانت ليه بروحه خير لسه اللي هو اللي بريفياب عنده فلوس ما عنده نلقاه هذه خدمته نلقاه لأغنى عائلة عربية هي عائلة آل سعود اللي تجي في المرتبة الرابعة عالميا ب 95 مليار دولار دول بيزيدهم تقول أحكي لك في وقاعة قلتك شو نحيهم لهم ليش تسأل فينا في أسألة كما هذه في المراتب الأولى يعني البطري واقف أنا بعد بزدز معايا رأو الكارب أوكي. نلقاو والتون اللي هي من غير ما نذكروا شنو الشركات ولكن العائلة والتون 215 مليار دولار ثانية مارس 120 مليار دولار كوتش 109.7 مليار دولار إل سعود 95 وبعد أمباني وبعد إرميس من غير ما نقول شنو إرميس مش رائحة جميلة من بين الحاجات وبعد وبعد ويرتايمر 54.4 اللي تسوق الشانيل وبعد جونسون فيداليتي انفستمنتس ب 46 فاصل شو عندي لكم أرقام كما كي ultra multi super dimensionnel oui Ibrahim honnêtement hatchay معناها hatchay le fait de les savoir hatchay z ليه انا je crois que اسمع الواحد لازم يعيش في المحيط نتاعو الكل باش يفهم الحوايج هذه انا بالنسبه لي انا لي ميم زوكازيون الموجودين مثلا شنو اون ا دو لارجون بور كونسومي هكا ولا صحيح مفروض بور بيان فيفر باش نعيشو جو بونس كو الواحد ينجم برشا كيما بشويه برشا فلوس ينجم يدخل واحد يدخل واحد بعض برشا فلوس ولا شويه فلوس ينجم يسادب صحيح صحيح اما هي الفلوس تجيب الفلوس سي ريلاتيف الفلوس تجيب الفلوس هادي عنده فلوس يعمل يزيد يستثمر في مشاريع اكبر دونك تولي بيان سي فورتين كولوسال يرتي برشا حوايج ساعات على حساب صحته على حساب عائلته على حساب حريته زاد اللي تستعبدوا الفلوس واللي ما واللي مارشي ولا والتجاره وقفت الاستثمارات وقفت خليني نذكر مره في حديث مع واحد معناه ان شيرشور ان غران شيرشور كنديان اللي هو معناها ان مليونير سألته سؤال قلت له شو الحاجة اللي ندمت عليها في حياتك قال لي اللي ندمت عليه أنه ما عندي صغار ما لقيتش وقت باش نجيب صغار ونربيهم قال لي اليوم جي بتتخ دي ميزان بتتخ في 4-5 دول في العالم لكن ما يعني له شيء وصل 70 سنة وبالنسبة لي ما عادش يعني له أن يكون عنده ابارتمون في نيويورك ودار في ايبيزا وما عادش عنده معنى يعني. كيما مثلا الشيخ صالح كامل الله يرحمكم نعرفوا كنت مع علاقه شخصيه وياسر خذيت منه حاجات نقول الشيخ صالح كامل من بين الناس اللي كان اسمه يخرج مع الاكثر الناس اللي عندهم فلوس كي تقول له الشيخ صالح انت اكثر حاجه ندمت عليها يقول لك الرياضه اللي انا ما مارستش رياضه وانا صغير خاطر بدنه خان وبعد ومعناتها باهي ويقول لك حاجه اخرى انا بالنسبه لي نسمع ثاني اكبر ثروه اللي هي الرضا دونك الرياضه والرضا خاطر كي يقول لك القناعه كنز لا يفنى بالحق خاطر كي يبدا انت قنوع يبداش عندك قليل برشا وانت شيخ كانك عندك بالنسبه ليك فهمت دونك كيما 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 الحب شويه كي تحب عبد برشا يعني بالنسبة ليك لو ميم بليزير انك كي تاكل كاسكروت تحت الحيط صحيح ولا ساعات خير بياسر هو ليديال انك تكون في ريستورون لوكسيو تنجم تعمل جو اكثر أي. ولكن نحكي على الاحساس الاحساس كي يكون مع حد في حاجة حتى متواضعة فالاحساس يغطي على كل شيء احسن حاجة عطاها لنا ربي هي الحب وي الامور والله العظيم
وبالحق راه الاحساس نتاع الحب مشاعر نوب كومون تي بو ريلاتيفي معناها تي بو تو ريلاتيفيزي معناها بالصحه زاد الصحه كنز لا يفنى صحه هامه جدا تجيك الصحه توتيلي اي نعم جسي يلا نحب نحيي محمد 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 اللي يقول بونسوار بارابور او بوس والناس اللي هم ذوي الاحتياجات لو بوس RATP اشتي من تونس على اوكازيون في دوكازيون 2015 sont équipés d'une rampe sur les portes arrière et pour faire monter les personnes en chaise roulante mais est-ce que ça marche encore non. on sait jamais bravo bravo Mohamed est-ce que الصفقه ذي اللي هي شريتها شركة النقل في تونس من الحافلات هذوما المستعملة اللي كانت موجودة في فرنسا هل أنه خذوا شي حاجة باهية على الأقل منها أنه للرامب هذي تجب لا ولا عمرك مريت عمري مريت في يعني. تونس واشترهم راه موتوراتهم سخنت وبدأوا يفيعوا في الماء وحال حليلة وكل مرة نلقى شكرا لك شكرا محمد شكرا محمد شكرا للتفاعل وين موجودة أطول شجرة في العالم وريتهم نوعية الأسئلة متاعي هم توا يوليو يسألوا فيها كان سألت هنا في درجين لاعب راهو شنو هي الأسئلة هذه أطول شجرة عندها فالور أجوتي وأقصر شجرة وأكبر عندها شجرة عندها فالور أجوتي في أستراليا أمريكا وين كاليفورنيا كاليفورنيا اسم الشجرة هذه أبريان طولها 116 متر وعمرها تقريب 800 سنة وهي من نوع سيكوا أفوي اللي تسمى بالعربية السكية دائمة الخضرة الشجرة هذه موجودة في كاليفورنيا الشمالية وبش فلا تصوير متاحة على الباجي اف ام وبش ما يدمروش السياح الشجرة هاي الفالور اجوتي تعمدت السلطات انها ما تحلش بقعتها للعموم مش تقعد محمية كيما طوال غالية في متحف اكتشفوها في 8 سبتمبر 2006 وحطوها في البارك ناسيونال دو ريدوود شو حطوها يا اخي نقلوها كأنه تنقلته حتى في بارك الكبر هذا الكل نجموا نقلوه عروق الأمريكان ينقلوها بالليكوبتير باللي تحب انت ينقلوها ميمتي العروق نتاعها تخيل ضاربين في عمق الأرض والله 116 متر وطولها ليه عمرها 800 سنة ليه 800 سنة عندنا راهو في جرزيس شجرة نتاع زيتون يظهر لي عمرها 400 سنة فما في الوطن القبلي كأنه شجرة زيتون لا لا فما توتة في دار مامات ياما الأعصار هزت هذيك ليه بالحق في الوطن القبلي يظهر لي قريب للهوارية كأنه حد حكى لي مرة حاجة أنا فرجت فيها فما شجرة جهوية لحظة فما شجرة كبيرة ياسر في العمر بتتر حد يعطيني المعلومة 400 سنة عمرها ومولاها كل عام انت تحكي على واحد اخرى هذول هذه اقدم شجره وكبيره ريتها اكبر اكبر شجره في تونس واكبر شجره زيتون في البلفيدير عمرها 400 سنه ومولاها في العام هي الشجره بركه ماش قديش من 100 ايتر زيت تعطي ممكن اي وفي يظهر لي في جرزيس وكان الناس تنجم تصحح لي خلي تصحح لي تتا سلبيه على الواتساب تاعي سلمى تقول لي سامي فيريفي لا برونونسياسيون دو سيكويا كانه هكا سيكويا خاطر بالعربي مكتوبه قدامي سيكويا دائمه الخضره شكرا لك سلمى مرحبا بكم هيدي اسمع فينا من باريس مرحبا بالناس الكل تسمع فينا وبرشا ناس يقولوا يعني تعازيهم لجميلة اثر وفاة والدتها وهذا ما نتقسموه معاكم مع زميلتنا جميلة الشيحي زيتونة العكاريت بالدويرات اكبر زيتونة عمرها 400 سنة سيسا تسع 400 سنة أما في تمتمات أنا والله كل... شكرا للمستمعين فلا معز زادة هذه هي نحكي عليها في الشرف الزيتون عمرها 2500 سنة هذه هي هذيك هي بالبلفيدير شنو حكايتها نعرف فما شجرة كبيرة في البلفيدير وديما نمشي شجرة اللي في ليه في بلاس دو موني في مقابل دار انيماتور في راسين كاريس سيمي بن نور شجرة ذكريات هاي تولدت غادي ساعات يتخبى غادي في الشجرة تولدت غادي لعبت غادي كي تعمل عملة تخبى في الشجرة ولا لا لا ما كنتش نلعب برشا اللوطة أنا مي كنت نلعب شوية عندي وقت معين نلعب فيه الكارتة وال بيس متجذر والكورة وبالرسمي كنت براكي على السيريات مو غادي يقصوا في السيريات فوق السيريات العباد على الأخر اللي هابطة ياسر سي توتا في لوي سي توتا في لوي معناها وجهه حمار يا ولد يلا ايناس شادي يزال يقصر له الميكرو ساعات يلا ايناس يا فما فوترافيكا اي اف ام انفو ترافيك
فين في تونس مازال فما تعطيل على جي بي 8 من الشرقية لبرج الباكوش، فما اكتظاظ على الغوتيكس اللي جايين من نوتر دام نيفو سنتر اوربانور، الحركة رزينة على جي بي 10 نيفو برج الوزير في اتجاه سكرة، التعطيل مازال في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي تعمير في اتجاه رون بوان ليسكال، يرجع فما شوية تعطيل نيفو سبيدار محمود الماتري، الحركة مازالت معطلة في خارج تونس الجنوبية من لوتوروت ا1 نيفو دي بوزفيل، فما ضغط اللي جايين من الغزالة في اتجاه سبيت بن عمار نيفو بوستة الغزالة، على جي بي 10 الضغط مازال من المركز التجاري حتى رون بوان سبيتال مونجيسلين في اتجاه سكرة، فما ضغط على جي بي 9 نيفو عنزاروين في اتجاه المرسى، فما اكتظاظ في شارع فرحات حشيد من جرين سيدي رزيق للي جايين من سيدي رزيق، الحركة رزينة شوية في شارع الحبيب وكاد في نيفو باردو، على جي بي 5 فما تعطيل في شارع ولاد حفوز في اتجاه باردو للي جايين من فامارس، الحركة مازالت معطلة في دخول للعوينة في اتجاه سكرة، فما ضغط للي جايين من دار البي في اتجاه حمام لنف، وسينو الحركة تبقى عادية في بقية الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فيم انفو ترافيك، واللي عنده اي معلومات هم الكياس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعة، اسيسوا روحكم في الكياس وطريق سلامة للناس الكل. يا فيم اس اف في اشكر انقد اقول اطلب ريبوندور اي اف ام على 71 194 194، وانزل على 1. اعطي رايك في برامج اي اف ام وقول معقول ولا مش معقول في سيرفيس ابري فونت على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم، انا جعفر الجاسمي، تشوفوني كل نهار جمعه 9 غير ربع على قناه الحوار في برنامج كاش ولا سبلاش. جوست حبيت نقول لكم كلمتين، اللي ابارتير من الجمعه هذه ربحت 100 ملايين، ارقام قياسيه في الربح ابارتير من الجمعه هذه. الحاضر يبلغ الغايب، ابعث اس ام اس على 85811 واكتب سي، بالك يا خويا تربح 100 ملايين. سي على 85811. في باتام من 3 ل 13 ديسمبر، تلف زالت 50 بوس UHD TCL ب1,429 دينار، ومعها بوند أشاب ب100 دينار، وتنجموا تخلصوا بالفاسيليتي حتى على 36 شهر. باتام أعز ما تختار. من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 يفام راسين كاري سيري بنون. رجعنا في راسين كاري. هذا سؤالي الأخير قبل درجين لعب. مرش أنا هي الإمبراطورية اللي كانت تتخلص جنود بتاعها ملح. وينو الملح؟ يلا موش إيرونيك على الكيستيون دي، ماهيش إيرونيك. إمبراطورية أنا هي الإمبراطورية اللي كانت تتخلص جنود بتاعها ملح. رومانية. يقول المؤرخين اللي تاريخ استخدام الملح بدا في عام 6050 قبل الميلاد. فرعنا وين استخدم قدماء المصريين أي. لكن مش نلوج عليها أي. وين قدماء المصريين استخدموا الملح باش يحنطوا ويحافظوا على المومياء. وبطبيعة الحال الملح هو مكون ماذا بكم تبعدوا عليه، ولكن في تاريخ الشعوب وتاريخ الحضارات وتاريخ الأغذية في العالم عفوا كان عنده دور كبير باش انه يصبر الملح. يجفف اللحوم، تجاره الملح موجوده ابار كل شيء كان تجاره مزدهره. كان الملح زاده واحد من اشكال العمله في العصور القديمه، تعرفوا المقايضه ظهور النقود والعملات كان فما التخوك اللي هو مقايدة. اول حاجه عرفها الانسان المبادلات الاقتصاديه المقايضه، وكانت أجور الجنود وين؟ ذي ما تكون كان الإمبراطورية الما ال ال الرومانية. قالها مش بطلها. قال برافو إبراهيم. كانت أجور الجنود الرومان القدماء تدفع بأكياس الملح، ومش كان هما حتى اليونانيين القدماء كانوا يشريوا العبيد بالملح. وصلوا حتى الامبراطوريات البريطانية والفرنسية والصينية من بعد بدعم عملياتها العسكرية من خلال فرض ضرائب على تجارة الملح. يعني كيلو ملح تنجم ياخذ لك جيري قبل له. احنا ضد الاستعباد. اي نحكي لك قبل ما كنا احنا الملح مشكلة كبيرة في تونس لانه فما حاجة. ميرسي مي. كلمة سالير جاية من سال. سال. قديش سال انت؟ زيد سالير. زيد سال. يلا. هذاك علاش يقول لك فاس ملح وداب. يحكي على السالير.
اسمعني البريم دو روندمون يعني بزايد سالاري. فص ملح وداب. البريم التو المليح هاي. ليه يقول لك حق الملح. اعطي المرأة حق الملح. يلا سيدتنا المخرجة. ترجي اللعب. إبراهيم. باهي انا باش نتواصل في جي سي سي. يبقى التصميمية حتى للنص. شكون المخرج اللي في نفس السنة تحصل على التانيت ذهبي على اثنين تانيتات، التانيت الأول للفيلم نتاعو اللي هو تحصل على التانيت الذهبي ونفس التانيت خذاه بور لونسومبل دو سون أوفر. يوسف شاهين. يوسف شاهين والفيلم كان فيلم هذا المصير. لا 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 هذا اللي كان غنيته تو مش المصير. لا 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 مهاجر. المهاجر الاختيار من الاشواء الاختيار وكانت اي سنه 59 نتاع كانو توا عاد مش كان جي سي سي. لا لا جي سي سي انا جي سي سي كانت سباقه راهو على السبعينات الاختيار 1970 دونك 1970 يوسف شاهين يتحصل على التانيت الذهبي نتاع الاختيار وعلى التانيت على لي زوفر نتاعو اللي خذاها في كان وقت بعد هو كان صديق راهو ايام كارتاج السينمائيه وشاد برشا لجان تحكيم ومغرم مغرم غرام يعني كبير ياسر بالسينما التونسيه وبالممثلين التوانسه يعجبوه برشا في يعني يحكي ديما على السينما لكن ما شارك حتى ممثل تونسي مره في فيلم. لا شارك عليه لطيفه العرفاوي خدمته معاه سي بون هذاك كنت نصور سي وتشوف ابراهيم يحكي على يوسف شاهين ذكرت خمسينيه مهرجان كان خاطر وقتها في الارتي كنا نواكبوا مهرجان كان فوالا نواكبوا مهرجان كان وبالزهر يفالي كو يكون فما مراسل وانا بالزهر جيت مش مراسله ولكن في استوديو من ايطاليا نواكب ونعمل تعليق اون ديريكت سيتي خمسه شويه خاطر جافي تري انفي باش نكون موجوده في المهرجان نتاع كان تحصل على السعفه الذهبيه اكزاكتومون وقتها سيتي عرض المصير عرض المصير في كان يلا شادلي شكون المخرج تاع فيلم بلي انت ما اختصاص سينما مش اختصاصي انا اختصاص الميموار مش هو سؤال موجه لفرح وسامي وغازي اللي مش معنا غازي شي عنده تصوير عنده تصوير شكون المخرج تاع فيلم سيتيزن كين سيتيزن كين قرب شويه عشان فيلم امريكاني اي نعرف امريكاني انواري بلون من اوائل الافلام نتاعو شكون ما فات فيه؟ اعطينا توا شكون المخرج؟ اي سنه مارلون براندو معناها ترجع للخمسينات بتاتا خمسينات ستينات تسعه مخرج امريكي ولا من أمريكي اصل أمريكي. اوروبي ولا امريكي 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 زاد بوتي شوي كوبولا لا 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 ما فيهوش مارلون براندو لا ما فيهوش مارلون براندو ماهوش فرانسيس فورد كوبولا لا لا معروف المخرج برشا نعرفه معروف انا نعرفه ما انت خدم فيلم اسمه اوتيلو مثل هو زاد فيه نسيته خدم فيلم اوتيلو وهو مثل حرف الاولى ما انت ممثل زاد اورسن ويلز فوالا صحيح اورسن ويلز برافو ابراهيم برافو تاني مليتو باللبسينغ عملت له كاراوكي باش طلع ريان مزيا عادي غير بركه هو مدير مهرجان ما نحبوش جست نحب نحيي ديما الناس هنا اللي تسمع فينا وتتفاعل معانا ولكن ساعات تستوقفني بعض الملاحظات شكرا لمدام فاتن المش شقرون اللي هي تتفاعل معانا على الباج ولكن كي تقول لنا انه تو سو موند بور بارلي دي زانفو نجمو نلقاهم سوغ جوجل انا جاوبت برشا ناس قبلك على الحكايه هذيا معناها فاتو تشوز بور نو جون احنا مادام قاعدين للجان نعملوا برشا حاجات باهيه ممكن انت ماكش قاعده ترى فيها لانك تبع في حاجات اخرى ولكن من اهم الاشياء اللي نعملوها هوني انها ايميسيون قائمه الذات باش انه الناس يتفاعلوا معاها ويعطيوا المعلومات اللي هي حتى لو نغلطوا انه اي عمل بشري معرض للخطا نصلحوه بالوقت واكيد ما نعرفش اذا كان انت مدام سمعت برشا ليميسيون وتنجم تستفيد كيما احنا نستفيد واحنا اللي نعملوا في واحنا اللي نعملوا في الكيستيون نتعلموا كل يوم واكيد نتعلموا نحن من مئات الالاف من الناس اكيد وهذا شرفنا اللي تتفاعل معنا وحتى حد ما جا قال لنا راكم انتم قاعدين تقدموا في حاجه ما عندهاش حتى معنى لو ان كانت حاجه ما عندها حتى معنى رانا غادرنا منذ زمن ولكن
نحاولوا أن نعطيه شوية من الحاجات اللي نعرفوهم وحتى اللي ما نعرفوهمش. نستدعيك ديما باش أنك تسمعنا وتشوف المعلومات هذه لأنها أكيد كما تفيدنا نجم تفيدك. أنا أشكرها المدام على التفاعل راهو فيه وبينا خاطر غيرة ومحبة على راسين كاري يعني تفاعلت معنا. أي حتى المحبة أون بو ليكسبريمي أوتخومون فما عندها مشكل. نحن بيدنا قاعدين نستفيدوا راهو من خلال الأسئلة هذه وهي ميزاجور نتاع معلومات راهو نوصلوها ليش احنا أصح من جوجل. لا نحن ما عمرنا ما نحن بدنا نتعلم وقاعدين في نطاق التفاعل نتفاعلوا مع الاخرين. يا فرح وانا نستدعاها نهار الجمعه كضيفه خلي تتفاعل معنا اون لايف. انا ماذا بيا كان تقبل مرحبا بها. في سجاد خضخيس واحد قاعد وحده مع جوجل هكا عشيه كامله ساعتين يتلوج على المعلومات هكا وموا سي بلو كونفيفيال اون فاتير. مش احنا في العالم اللي اكتشفنا الكويز وجبنا النوسيو هذه راهو سببين ما يعلي دين. تفضل شكون كريستيان برنار برنار باردون برنار بالآ مش بالآ تبعث لك تاو ملاحظة كريستيان برنار اللي هو عنده علاقة باليوم 3 ديسمبر أما من عام 1967 دونك أرجعوا بالتاريخ العام 67 في مثل هذا اليوم شعمل كريستيان برنار قرب شوية بروفيسور أو ميدسين. اكتشف حاجة ده ولحجة الخاصة عنده علاقة لا ما عندوش علاقة بموضوع هذا بروفيسور أو ميدسين عمل حاجة لأول مرة في تاريخ الإنسانية قد يكون ولا 67 طب صديق مش بعيد ياسر في الطب اون افريك دو سود سهلت لكم برشا. لا لا هذيا تعديت قدامي هذه المعلومة على مدام زيدا في جوجل سي سور دونك تعديت قدامي لا لا لا, لا. عمل حاجة مهمة جدا سألناه كأنه مرة هذايا زراعة واحد من الأعضاء برافو نحكيو على لا بروميير غريف دو كور أول ترانسبلانتاسيون دو كور والباسيون اللي عمل عليه العملية هذيا توفى بعد خمسة أيامات خمسة أيام وتوفى يا أخي بعد عام عاود الكرة نفس الطبيب هذيا ولكن نجح نفس برنار هذيا بعد في عام 68 نفس العملية عاود وبعد عاش الباسيون عام وستة أشهر عام ونص من بعد وقتها عرفوا شنو المشاكل نتاع مثلا زراعة القلب لوغوجي مثلا كي لورغان يرفض لورغان اللي زادوا دونك حكينا البارح على 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 تونس اللي هي في بتتر في التوب فايف نتاع البلدان اللي هي في جراحة العمود الفقري دي زيتود كي بونتي بوبليي في مؤتمر دولي في ماي 2021 ان شاء الله وكذلك نحب نحيي مختلف الاطباء في مختلف الاختصاصات تحكي على أمراض القلب واحدة من أهم الاختصاصات الرائدة في تونس وفي العالم العربي وفي إفريقيا هو اختصاص أمراض القلب في تونس وكذلك زراعة الـ الـ القلب كذلك التوسكيي الكاتي وغيره بعلاقة بالشرايين يعني فما أطباء رائدين في الميدان وتحية لهم وكل أطباء تونس. يلا شاد لي سؤالك نسألته اي توا مازال تلا دقيقه ما نسألت قلت له شكون عمل فيه يعني اسمع عرفت مكلي باهي اليوم جيتك بسأله راهو كي مزيد جيب اسئله زرافه ما عندك حتى شيء على زرافه جي سي سي ابراهيم من هو اول تاني ذهبي تونسي وفي اي سنه؟ ما قلناه البارح لا قلنا اول تانيت اول تانيت ذهبي ذهب عبد الكريم بن عمار لا لا عزيزه لا لا عزيزه عبد الكريم بن عمار ماهوش ماهوش ريح السد لا ماهوش نوري بوزيد ريح السد تانيت مش نوري بوزيد فما الاخر السفراء ناصر خميس ناصر الكتاري ناصر الكتاري اي اي عمال وي يحكي على اول تانيت ذهب اول الهجره لفرنسا وفيلم هذا مش وقتاش سنه عرضه 76 يحكي على الموجه الاولى للهجره لفرنسا في نص إبراهيم. كنت تتبع راني شكرا شكرا لكم مستمعينا غدوة إن شاء الله نتلقاو في حلقة جديدة إي إف إم ميتيو